وكان بمجلس الشعب إنسان متقي اسمه يوسف من رام الله، ما كان موافق على قرار أعضاء المجلس وفعلتهم، فراح البيلاطس حتى يستلم جثة عيسى ويدفنه قبل غروب الشمس. احنا جايين ورا جثة سيدنا عيسى. اهلا ومرحبا، بس امشوا قبل ما تغيب الشمس. وبيوم الأحد من طلع الفجر اخذوا وياهم عطور وراحوا للقبر، فلقوا الحجر متحرك من مكانه، ولما دخلوا لي جوه ما لقوا مولانا عيسى. ليش تدورون على الحي بين الأموات؟ هو مو هنا، هو قام. ذكرًا كلامه لما كان بالجليل وياكم، ابن الإنسان لازم يتسلم الإيد الناس الأشرار فيصلبوه، وباليوم الثالث يبعث حي. وبعدين ظهرولنا ملاكين ثيابهم كانت لماعة، وقالولنا ليش تدورون على الحي بين الأموات؟ صدقونا. صدقونا، احنا شفنا الملائكة بعيوننا. امشوا شوفوا بعيونكم، القبر فارغ، سيدنا مو هناك. بطرس صدقنا. وظهر مولانا المسيح لاثنين من تلاميذه ورجعوا فرحانين للبقية. المسيح قام وظهر البطرس. احنا مش شفناه بالطريق، ما عرفناه، بس من قسم الخبز عرفناه. سبحان الله على كل اللي دا يصير. السلام عليكم. Thank you.
ليش خايفين؟ وليش هذا الشك بقلوبكم؟ شوفوا ايديا ورجليا، انا هو بنفسي، لمسوني وشوفوا. الشبح ما عنده لحم وعظم مثلي. انا قلت لكم هذا الكلام قبل ما اموت، لازم يتم ما مكتوب عني ويتحقق في توراة موسى والزبور وكتب الانبياء، والمكتوب هو المسيح راح يموت ويقوم في اليوم الثالث. لازم تعلنون باسم الرسالة لكل الناس حتى يتوبون وتنغفر خطاياهم، ابتداء من القدس لكل الأرض، وأنتوا الشهود. وراح أرسل لكم روح القدوس، فأبقوا هنا إلى أن تجيكم هذه القوة من السماء. الله يبارككم ويحفظكم. الله انطاني كل سلطان بالسماء والأرض، فروحوا وبشروا الناس من كل الأمم برسالة الخلاص حتى يكونون أتباعي، وغطسوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروح القدوس، وعلموهم أن يسوون كل ما وصيتكم به، وتأكدوا أن وياكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان. آمين.